تحياتي وسلامي لجميع الأصدقاء والمتابعين. هذا الفيديو عندي أغنية تشيا يما بلندن لو برخو لو برخو. بصراحة الأغنية لمين ما أعرف، الأغنية على مقام عفو على مقام الكرد، على إيقاع اللف السريع، على إيقاع اللف مقام الكرد. طبعا اللي ما يعرف مقام الكرد أنا شرحت قبل كمان، دو ري تجي هون، أول علامة مي فا صور لا سي دو، هاي مقام الكرد. طبعا يختلف عن البياض بس بعلامة واحدة، بدل الري هون تجي هون. دوزان الصاص طبعا مثل كل مرة دو فا دو. الأغنية على مقام الكرد قلنا، بدي أعزف بشكل سريع بعدين أجي مع العلامات وعلى العصف البطيء. الأغنية سهلة وجميلة، سويتها كلها مقطع واحد، بدي أكتب على الشاشة مقطع واحد لأنه قصير. دو دو سول سول سول، عفوا دو دو سول 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 فا مي فا مي فا 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 مي سول فا مي ري مي ري مي مي ري فا مي مي ري دو ري دو. هاي كل الأغنية، دو دو سول 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 فا مي فا مي فا فا مي سول فا فا مي ري مي ري مي مي ري فا مي مي ري دو ري دو 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 سول 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 فا مي فا مي فا فا مي سول فا فا مي ري مي 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 ري فا مي مي ري دو ري دو. عيدوا مرة ثانية كله، دو دو سول 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 فا مي فا مي فا فا مي سول فا فا مي.